ونبدأ بتاني حكم إعدام يتم تنفيذه على مجموعة من الإرهابيين. هذه المرة نفذ حكم الإعدام على 6 من الإرهابيين في القضية المعروفة باسم عرب شركس. إيه هي قصة عرب شركس يا جماعة؟ قصة عرب شركس هذه الخلية الإرهابية التي تم القبض عليها عندما داهمتها قوات الشرطة والجيش، وعندما هذه الخلية المسؤولة عن يعني مجموعة من الحوادث، في مقدمتها حادث للهجوم على حافلة للقوات المسلحة في 13 مارس 2013 بالأميرية، واللي استشهد فيها الشهيد المساعد أول يسري محمد حسن، وأصيب مساعد أول مهني مهنا رفعت أمين، والرائد عبدو أحمد عطية، والمساعد محمد عبد الرحمن يوسف. لكن الحادثة الأكبر كانت الهجوم على نقطة الشرطة بمسترد في فجر يوم 15 مارس 2014 لما اقتحمت هذه المجموعة الإرهابية، وكان بعد صلاة الفجر ولسه جنودنا بيتوضوا عشان يصلوا الفجر، وكانوا داخلين جزء منهم داخل ينام وجزء منهم داخل يصلي، قتلوهم بدم بارد وهم في فراشهم وهم على سجادة الصلاة، اللي كان فيهم بيتوضى ليصلي واللي كان فيهم نايم في فراشه، وقتلوا واستشهد 6 من جنودنا: الشهيد مجند محمد أحمد رمضان الأمين أشمون منوفية، الشهيد مجند عمر عبد القادر بني سويف مركز سمسطة، الشهيد مجند عبد الرحمن محمود من سوهاج، الشهيد مجند بسام السيد سوهاج مركز جرجة، الشهيد مجند محمد السيد سوهاج مركز جرجة، والشهيد مجند أحمد عبد الحميد سوهاج مركز البليانة قرية الحويطات. 6 من جنودنا قتلوا بدم بارد على يد هذه المجموعة الإرهابية. مش كده بس، لكن عندما اقتحمت قوات الشرطة والجيش مقر هذه المجموعة وكان في بؤرة اقتحموها، استشهد حينها 2 من قواتنا المسلحة: الشهيد لواء ماجد أحمد إبراهيم والشهيد عميد ماجد أحمد كمال. خلونا نشوف ونتذكر بيان القوات بيان الداخلية حينها ماذا قالت عن هذه العملية. وجهت الأجهزة الأمنية فجر اليوم الأربعاء الموافق 19 مارس الجاري ضربة أمنية قاسمة استهدفت أخطر البؤر الإرهابية المتورطة في العديد من الحوادث الإرهابية التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة، حيث أكدت معلومات الأجهزة الأمنية اتخاذ مجموعة من العناصر التكفيرية الخطرة من جماعة أنصار بيت المقدس من أحد ورش تصنيع الأخشاب بقرية عرب شركس بمركز قليوب مكانا لاختبائها وإخفاء المواد المتفجرة والأسلحة النارية وانطلاقها لارتكاب العديد من الحوادث الإرهابية التي شهدتها البلاد مؤخرا، منها التعدي على حافلة للقوات المسلحة بمنطقة المطرية ونقطة الشرطة العسكرية بمسترد وتفجير مديرية أمن القاهرة واستشهاد السيد اللواء محمد السعيد. وفي الساعات الأولى من صباح اليوم وجهت الأجهزة الأمنية حملة مكبرة مدعومة بقوات من العمليات الخاصة بالاشتراك مع خبراء مفرقعات سلاح المهندسين بالقوات المسلحة استهدفت عناصر تلك البؤرة الإرهابية، حيث دارت مواجهة شرسة استمرت عدة ساعات استخدموا خلالها الأسلحة النارية والعبوات والأحزمة الناسفة والسيارات المفخخة، وقد أسفرت تلك المواجهات عن مصرع 6 وضبط 7 من العناصر الإرهابية، واستشهد خلال تلك المواجهات العميد ماجد أحمد إبراهيم والعقيد ماجد أحمد كمال من خبراء مفرقعات سلاح المهندسين للقوات المسلحة، وإصابة النقيب محمود عبد الهادي من قوة العمليات الخاصة بالأمن المركزي بطلقات نارية. أسفرت عمليات تفتيش وتمشيط البؤرة الإرهابية والمناطق المحيطة بها عن ضبط ما يلي: 3 بندقية آلية، طبنجة عيار 9 ملي، كمية كبيرة من الزخائر، 4 حزام ناسف، 5 عبوات ناسفة معدة للتفجير، 5 برميل كبير الحجم بداخلهم مادة C4 شديدة الانفجار، 2 برميل بداخلهما مادة TNT، 10 براميل تحوي مادة نترات الأمونيا، 2 عبوة اسطوانية كبيرة الحجم
بداخلهما مادة TNT موصلة بمفجر ومعدة للتفجير، مجموعة كبيرة من الماسكات وتليفونات محمولة مجهزة بدوائر تفجير، سيارة ميتسوبيشي لانسر فضية اللون تبين أن لونها الأصلي أسود، تحمل لوحاتها جيم ألف ه 872 مبلغ بسرقتها بالإكراه بأمن القاهرة، وتبين أنها ذات السيارة المستخدمة في حادثي تفجير مديرية أمن القاهرة والاعتداء على نقطة الشرطة العسكرية بمسترد. سيارة ملاكي ماركة سيات بدون لوحات معدة للتجهيز بالمتفجرات. سيارة ربع نقل ماركة أسوزو. 2 دراجة بخارية. دي كانت تفاصيل العملية الشرطية العسكرية التي قامت بها قواتنا الشرطة والقوات الخاصة وكان كمان قوات سلاح المهندسين، واستشهد فيها 2 من قوات سلاح المهندسين كما قال اللواء هاني عبد اللطيف حينها المتحدث باسم وزارة الداخلية. لكل هذه الأسباب، لأنهم قتلوا 9 من جنودنا، لأنهم قاموا بكل هذه العمليات، حكم عليهم بالإعدام، وحكم عليهم بالإعدام أمام محكمة عسكرية استنفذت كل درجات التقاضي، وفي درجتين تقاضي وهنتكلم على هذه الدرجات، ونفذ حكم الإعدام اليوم. ده تاني حكم إعدام ينفذ فيه إرهابيين. الحكم الأول الذي نفذ فيه المجرم الذي ألقى الشباب من سطوح الإسكندرية إبان ثورة 30 يونيو، وهذا هو ثاني حكم إعدام ينفذ فيه 6 من الإرهابيين. هؤلاء الستة ألقي القبض عليهم في هذه العملية الشرطية عسكرية، والحقيقة أنه ألقي القبض على 8، 6 حصلوا على حكم إعدام و2 حصلوا على مؤبد، وفي أعتقد في حد هارب كمان، أو 7 نفذ عليهم، 7 كان مطلوب عليهم إعدام منهم 1 هارب و6 نفذ عليهم الحكم. هؤلاء هم شهدائنا، هم دول شهدائنا، هم دول يعني رجالنا الذين فقدناهم على أيدي هؤلاء المجرمين، هم دول لازم نتذكرهم. احنا لما بيكون في عندنا حكم إعدام، لما بيكون عندنا حكم سجن، لما بيكون عندنا حكم محكمة، بنتذكر الحكم ولا نتذكر الضحية، ولا نتذكر من فقدوا أرواحهم، ولا نتذكر الناس اللي أسرهم ما زالت تبكي وستبقى تبكي طول العمر عليهم. لا، لازم هم دول اللي نفتكرهم، ولازم هم دول اللي نحطهم نصب عيوننا دايما، لأن هم دول رجالتنا اللي يعني سقطوا شهداء، نحتسبهم عند الله شهداء. واليوم كان القصاص، واليوم نفذ حكم الإعدام على الإرهابيين.